السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخ هشام هاشم اليوم إن شاء الله سوف نشرح لكم كيفية تفعيل كود الأدسنس اعلم أخي الكريم لن يصلك هذا الكود إلى البيت إلا إذا وصلت عشر دولارات ثم بعد ذلك تأتيك هذه الرسالة باللون الأحمر دفعاتك معلقة حاليا لأنك لم تثبت صحة عنوانك فأنت لما تكتب العنوان الصحيح يرسلون الكود آه الكود الى بيتك فتقوم باضافته والكيفيه سهله تقوم بالضغط على اكسيون ثم بعد ذلك تاتيك على هذا الشكل فانت ستكتب الكود هنا ثم تقوم بالضغط على انفوي الان قالوا ان الكود تام والامر جيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته